الكاس. In a lot of different ways, in terms of terrorism and other things with Egypt and within Egypt, it's really incredible what's happened, especially in certain respects that we've already talked about. But we will be meeting with representatives of the president of Egypt in a little while. ممثلينا في الوفد المصري، وطبعا من الأهمية بمكان أن نتحدث عن التجارة التي تجمعنا. هنالك علاقة جيدة بيننا، والعلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هي أحسن من أي وقت. إذن شكرا جزيلا على وجودكم هنا، وسيدي الرئيس شكرا جزيلا لك. الولايات المتحدة ولقاء فخامة الرئيس والتحدث في عمل نقلة نوعية للعلاقة الاستراتيجية Thank you, Mr. President. Allow me to express my thanks for your kind invitation and for providing me this opportunity to meet and talk about making a quantum leap in the strategic relationship between Egypt and the rest. خليني أأكد خلط رئيس إن العلاقات فعلا في أفضل حالتها يمكن على مدار سنوات طويلة جدا. Let me emphasize, Mr. President, that the relations have not been better over the years of our bilateral relations. وأنا عشان كده بوجه لفخامة الرئيس كل الشكر والتقدير والتحية على ذلك. And that is why I'm extending, Mr. President, to you all the thanks, appreciation, and greetings for all the effort. هذا الفضل يرجع لفخامة الرئيس ودعمه لمصر في المجالات المختلفة اللي احنا بنتكلم نسعى إلى تطوير العلاقات في المجالات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية. All the credit goes to you, Mr. President. Thank you very much for your support on all fronts. This is what we're seeking to promote our bilateral relations in various fields: political, economic, military, cultural, and others. Thank you very much. Well, thank you, and I just have to say. وأود أن أقول قبل أن نستقبل مجموعة من الأسئلة أن السيدة الأولى زارت مصر مؤخرا وتم معاملتها بالطريقة وبحفاوة كبيرة، وقد زارت الأهرامات وما رأتها، طبعا قد هي رأتها مذهلة جدا، وقد تسمى قد تصنف عجائب الدنيا الثامنة. طبعا كانت أمر مذهل بالنسبة لها أن ترى الأهرامات، وربما سيذهب المزيد من الناس لزيارتها. طبعا هي لا يثار إعجابها بسهولة، لأنه طبعا الأهرامات أثارت إعجابها. جيف، ما الذي تودون أن تحققونه في وزارة الداخلية والتنظيف؟ أنا لا أريد أن أنظفه، أنا أعرف من الذي خرج بهذا المصلحة. نحن لدينا طبعا قضاة جيدين، ولدينا أشخاص يستقيلون، وهنالك من حكم من القضاء بأنه لا يود من الأشرار أن يأتوا من من المكسيك. طبعا هنالك الديمقراطيين في الكونغرس الذين يعرقلون الأمور، وهم أكبر معرقين. ربما في 20 دقيقة يمكننا أن نحل أكبر مشكلة. نحن الآن نعاني من مشكلة مع الديمقراطيين، يمكن أن أسميهم لكم. نلعب لعبة القط والطائر في موضوعات كثيرة مثل قرعة الفيز، وأيضا الكثير الذين يأتون ويطلبون حصانة أو يرجون سياسيا ويسعلون في ويتعاملون مع المحامين. إذن نحن نقوم ببناء الكثير من الجدران. وفي الأسبوع الماضي عندما ذهبنا وحضرنا عرضا جديدا حول الجدار الإضافي التي تم إضافته، وأيضا نحن نبني نظام And we're bucking really bad things with Congress, with the Democrats in Congress, not willing. الأمور سيئة جدا في الكونغرس. الديمقراطيين لا يودون أن يتعاملوا معنا، يريدون أن يكون هناك حدود مفتوحة، يودون أن تصب المخدرات والجريمة إلى بلدنا. هم لا يريدون أن يتحركوا، يجب علينا أن نقوم بإغلاق الحدود، وسوف نقوم بإغلاقها، ولكننا نستطيع القيام بذلك بسرعة أكبر لو أنهم تعاونوا. إذن إن الأمر سيء جدا، إن الديمقراطيين في الكونغرس وما يقومون به وعرقلتهم، هم لا يريدون إصلاح الأمور.
ويجب علينا إصلاح الأمور. هم يريدون حدود مفتوحة، يودون من ملايين من الناس أن تتدفق إلى بلادنا. هم لو يودون حتى أن يعرفوا من هؤلاء الذين يتدفقون بلادنا. هؤلاء عبارة عن أشخاص ذو سجل إجرامي قتلة، وهنالك تجار مخدرات وعصابات ونحن سنوقفهم، وإذا لم نوقفهم وسوف نعيد رميهم الخارج. ولكن كيفن سيقوم بعمل مذهل، وهو سيقوم بعمل رائع، ونحن لن نقوم بشيء كبير جدا. ما نحن بحاجة له في وزارة الأمن الداخلي، نود أن يكون هنالك أمن قومي، وهذا ما نريد الحصول عليه. شكرا جزيلا لكم. President Obama separated the children. Those cages that were shown, I think they were في السجون هي غير مناسبة، بناها إدارة الرئيس أوباما وليس ترامب. الرئيس أوباما هو الذي كان عنده الفصل بين الأطفال والآباء، الكل يعرف ذلك، الإعلام يعرف ذلك. أنا الذي أوقف الأمر. الرئيس أوباما كان عنده هذا الفصل للأبناء. دعوني أقول لكم، لم نعد نرى المزيد من الناس يأتون إلى هنا، لأنه كان في السابق يأتون كما كانوا في رحلة. الرئيس أوباما قام بفصل الأبناء عن ذويهم. أنا من غير هذا الأمر، هذا هو الأمر. شكرا جزيلا لكم. نحن لن ننظر في القيام بهذا. إذا لم نبني جدار سوف يأتي الكثير من الناس. لكن كان هناك قانون وضعه أوباما ونحن غيرنا القانون. أظن بأنه يقوم بعمل جيد. أنا أقول لكم بأنه يقوم بعمل رائع. شكرا جزيلا لكم جميعا.